طيب الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشه الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول ابرز الاحداث على الساحه العراقيه، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمه الواتساب. فاصل ونعود اليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماي. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماي مالح. قانوننا قانون، هذا من تيم الفلان جهة، لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. يوم امس اعلنت القوى الوطنيه العراقيه المناهضه للعمليه السياسيه عن الميثاق الوطني العراقي، والتي اكد الموقعون عليها تمسكهم بوحده العراق ورفض اي خطه لتقسيمه او تجزئته مهما كانت المبررات، وشددوا على ان العراق اسم جامع لكل ابنائه ويتساوون في المواطنة، وهو جزء من الأمتين العربية والإسلامية. خلونا في البداية نأخذ هذا التقرير ليسلط على هذا الموضوع، سلط الضوء على هذا الموضوع، ونرجع نتحدث أكثر حول هذا الموضوع. أطلقت القوى الوطنية المناهضة للعملية السياسية الميثاق الوطني العراقي في إطار جهودها المستمرة لإنقاذ العراق. الميثاق أكد على تثمين الجهود السابقة التي قامت بها القوى الوطنية في مراحل مختلفة والصابة بذات المسار، وشدد على أن المقاومة حق مشروع، ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله، واحترام الدماء التي قدمتها في مسيرتها الطويلة. هوية العراق الجامع لكل أبنائه بمختلف أديانهم ومذاهبهم وقومياتهم كانت أبرز بنود الميثاق، بالإضافة إلى التشديد على وحدة العراق أرضا وشعبا ورفض تقسيمه أو تفتيته مهما كانت المبررات والذرعة، وهو بند رئيس تضمنه هذا الميثاق. كما شدد على ضرورة حل القضية الكردية في إطار وحدة العراق وسيادته. هيئة علماء المسلمين التي كانت من ضمن الموقعين على هذا الميثاق، أكد مسؤول القسم الإعلامي فيها الدكتور عبد الحميد العاني أن هذا الميثاق يمثل خارطة طريق للقوى الوطنية في العراق لانتشار البلد من مأزقه الكبير. وهذه المشاريع الوطنية لا بد أن يكون لها محددات تحدد أو ترسم خارطة طريق لهذا العمل، فيأتي هذا الميثاق وبمثابة هذه المحددات ورسم خارطة طريق لهذا العمل. أما مجلس العشاء العربية في الجنوب فقد أكد أمينه العام الشيخ أحمد الغانم أن للعشاء العراقية دورا حيويا في الميثاق، والذي يهدف لخلاص الشعب العراقي من معاناته المستمرة منذ 16 عاما. نحن مجلس عشاء العراق العربية في الجنوب مشاركين في هذا المشروع الوطني العراقي، ونحن لنا دور في هذا المشروع الذي يمثل إرادة الشعب العراقي، والذي يمثل ما يريده أبناء شعبنا من الخلاص من هذه العملية السياسية التي أصابت البلد بالشلل. كما نص الميثاق الوطني العراقي على أن العملية السياسية في العراق جزء من مشروع الاحتلال، وهي مسؤولة عما لحق بالعراق من تداعيات خطيرة أضرت به ومن مخرجاتها الدستور الفاقد للشرعية. كما أكد الميثاق على ضرورة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق المهنية والوطنية والحرفية لتتحمل مسؤوليتها في الدفاع عن سيادة العراق ووحدة أراضيه. السياسي العراقي إبراهيم العجيلي فقد أشار إلى أن الميثاق يعمل على لملمة أوصال العراق الممزق جراء ما لحق به من الاحتلال وتداعياته. يهدف إلى لملمة أوصال العراق الممزق. العراق ممزق شعبا وممزق اجتماعيا
وبحاجة إلى لملمة صفوف الوطنيين العراقيين السياسيين العراقيين عموما، هذا ما وجدته في هذا الميثاق. أما وليد الزبيدي عن تجمع مستقلون فقد قال إن الرفض الشعبي للاحتلال وعمليته السياسية كانت من جميع أطراف الشعب العراقي، مستذكرا بهذا الصدد تظاهرات 25 من شباط التي خرجت في العام 2011 ضد مشروع الاحتلال وأحزابه السياسية. ولكن فقط أذكر بأنه المظاهرات الأولى التي خرجت رافضة ومحتجة عن الحكومة والعملية السياسية كانت في مدينة البصرة والناصرية في يوم 19/6/2010، وهذه المظاهرات سبقت الربيع العربي ما أطلق عليه لاحقا. أما مكي النزال من مؤسسات المجتمع المدني فقد قال إن معارضي العملية السياسية المعتلة في العراق ينتمون إلى جميع أطياف الشعب العراقي بلا استثناء. في رأي المدنيين العراقيين هناك قبيلتان سياسيتان في العراق اليوم، قبيلة العملية السياسية ومن معها من شيعة وسنة وكرد وأمريكان وبريطانيين وما إلى ذلك، وقبيلة أخرى معارضة للعملية السياسية من أيضا نفس الأطياف. أما الدكتورة فاطمة العاني من هيئة العلاقات الدولية في بريطانيا فقد بيّنت أن من أهم العقبات التي تواجه الميثاق الوطني العراقي هو رزوح العراق تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني. بالنسبة للعقبات يعني التي تواجه هذا الميثاق أن يخرج وينفذ على أرض الواقع، يعني هي من أهم العقبات هو مع الأسف الشديد رزوح العراق تحت الاحتلال الأمريكي والإيراني، وبالإضافة إلى تغييب الأصوات الوطنية. الميثاق الوطني العراقي هو جهد وطني آخر ضمن جهود وطنية سابقة كانت تهدف إلى إخراج العراق من مأزقه الكبير الذي وضعه فيه الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي. نعم، إذن أعلنت قوى وحركات سياسية عراقية معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق يوم أمس ميثاقا وطنيا قالت إنه يهدف إلى تجسيد الهوية الوطنية العراقية وتأكيد المساواة بين مختلف أطياف العراق. نص الميثاق الذي أعلن في مدينة إسطنبول التركية وحمل عنوان الميثاق الوطني العراقي على الالتزام بهوية موحدة للعراق وأن يتساوى الجميع في المواطنة والتمسك بوحدة العراق ورفض أي خطة ترمي إلى تقسيمه. ووقعت على الميثاق قوى وعناوين عراقية مختلفة أبرزها حركة التيار القومي العربي وهيئة علماء المسلمين في العراق والحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب ومجلس عشائر الثورة العراقية وهيئة العلاقات الدولية بريطانيا ومؤسسات المجتمع المدني وتجمع الكفاءات الوطنية وتكتل المستقلون. كما وقع الشخصيات عراقية واجتماعية وقبلية ودينية أبرزها الشيخ عبد الملك السعدي وهو أحد أبرز رجال الدين العراقيين وناب عنه شقيقه الشيخ عبد الحكيم السعدي. نص الميثاق على أن العملية السياسية الحالية وما تمخض عنها من حكومات وسياسات وما فرزنته من تشريعات وقوانين واتفاقات وغير ذلك جزء من مشروع الاحتلال الأمريكي وهي مسؤولة كالمحتل عما لحق بالعراق ويلحق به من تداعيات خطيرة وشأنه أضرت به في شتى ميادين الحياة. عفوا، أكد بأن النظام السياسي في الميثاق أيضا أحقية الشعب العراقي في اختيار حكومته بإرادته الحرة والعمل على مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. اعتبر الميثاق كذلك الموقع بأن الدستور الحالي يفتقد إلى الشرعية لكونه لا يمثل العقد الاجتماعي الجامع والموحد للعراقيين، وشدد على ضرورة وضع دستور يحقق الهدف في إقامة نظام وطني سليم. الميثاق نص أيضا على إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وفق التقاليد الوطنية والحرفية، وأيضا إعطاء المرأة فرصتها الكاملة للمشاركة في الحياة العامة، بالإضافة إلى صون حقوق الطفل بالشكل الذي ينسجم والاتفاقيات الدولية. وبحسب الميثاق فإنه يجب أن يتمتع المواطنون بالحقوق المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأكد بأن مقاومة الاحتلال حق مشروع ولا بد من الاعتراف بجهود المقاومة العراقية ودورها في التصدي لمشروع الاحتلال وإفشاله، في إشارة إلى الاحتلال
في إلى احتلال العراق عام 2003. وفيما يخص الإطار الإقليمي والدولي، عرف الميثاق معنى الإرهاب مبينا بأنه كل عمل عدواني يستهدف حياة وممتلكات الأبرياء من جماعات وأفراد ويثير لديها الرعب والخوف ويحط من مكانتها. شدد الميثاق على الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي تضمن حقوق العراقيين وإقامة أفضل العلاقات مع دول الجوار على أساس حسن الجوار والعمل على إزالة آثار الاحتلال والمطالبة بحقوق الشعب العراقي وتعويضه عن أضرار الاحتلال، بالإضافة إلى تأكيده دعم جميع قضايا الأمة العربية ولا سيما القضية الفلسطينية. نريد أن نستمع إلى أصواتكم أعزائي المشاهدين حول هذا الموضوع في ظل فشل العملية السياسية على مدى 16 عام اللي مضت من عام 2003 ولغاية الآن. إحنا راح نكمل السنة 2016 بعد تقريبا يعني حوالي شهر ونص إذا مو أقل، تم 16 سنة. هذه العملية أثبتت فشلها في العراق وما تمخض عنها من محاصصة لازمت هذه العملية السياسية منذ العام 2003 ولغاية الآن، محاصصة واتفاقات سياسية على حساب الوطن وعلى حساب سيادة الوطن وعلى حساب المواطن العراقي وعلى حساب ثروة البلد، وما تمخض عنه من مشاكل سياسية واجتماعية واقتصادية وعلى كافة المستويات. معنا اتصال. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. طبعا احنا نفرح من نشوف هيك مؤتمرات وهيك بيانات تنص على الوحدة الوطنية، وخلي يشوفون الشعب العراقي بكل أطيافه، شيعته وسنته والناس الوطنيين المبعدين عن خارج العراق، خلي يشوفون هيك مؤتمرات في سبيل يعني يحسون بالأمل ان اكو ناس وطنيين جاي يدعون للوحدة الوطنية ضد الاحتلال الأمريكي، لأن هو العراق وصل إلى ما هو عليه بسبب الأمريكان وقبولهم بهيج شخصيات تدير العملية السياسية البائسة. البيان اللي المفروض بيان يعني ينص هذا المؤتمر على بيان رسمي يوزع إلى كل الناس الوطنيين، يعني مو بس بالإعلام، يعني حتى على صفحات التواصل الاجتماعي. لا. في سبيل الكل تقرأ، كل تقرأ أول ما يقرونه يعني الناس اللي بالجنوب، خلي يحسون أن هيئة علماء المسلمين هي مو يعني جهة طائفية، هي جهة وطنية ضد المحتل وضد العملية السياسية البائسة اللي صارت 16 سنة. يعني لو دخلت على كثير من الصحف العربية تداولت هذا الخبر، وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعي إن كان على تويتر ولا على فيسبوك ولا على مواقع التواصل الأخرى. نعم تمام. فأستاذ الجهة الوحيدة هي هيئة علماء المسلمين اللي دائما الداعي ودائما الطالب بحقوق المواطن، يعني وشوفها هي محاربة من كل الحكومة ومن كل الأجهزة الأمنية القمعية، محاربة هاي القناة في سبيل يعني تشويه هاي القناة وتشويه هاي الهيئة، ببالهم أن القناة ترضى إذا أحد تطاول على أي مواطن شيعي أو تحكي بطائفية. احنا من متابعي القناة وهيئة علماء المسلمين وبياناتها السابقة، يعني ما عندهم بيان طائفي نهائيا، لا هم ضد الشيعة البسطاء ولا ضد السنة ولا ضد الأكراد، ويداعون بالوحدة الوطنية وعدم تقسيم العراق على إيد المحتل الأمريكي. الأمريكان اللي هم يدعون الديمقراطية ويدعون أنهم خلصوا من العراق من المرحلة السابقة، النظام السابق، هذا كله كذب كذب. هي سلمت الإيران، سلمت العراق على طبق من ذهب، وهاي نتائج العملية السياسية الموجودة واللي انتو دعيتوا بأشياء وطنية. نعم. كلها البيانات نصت على أشياء وطنية، هي الوحدة الوطنية وانها ضد المحتل وعدم تقسيم العراق ولازم تشكيل أجهزة أمنية وطنية يعني خدمية للعالم، مو بس ان تحميهم، ان حتى الخدمات يعني اللي موجودة اللي يفتقدها العراق حاليا، المفروض تلقى يعني استاذ، يعني احنا والله ما اعرف ايش اعبر لك يعني. نعم. ايه يعني تعرف انت زين صباح. يعني نعم يعني هذه يعني مثل هذا المؤتمر وهذا الاعلام من قبل قوى عراقيه وثقتها يعني وقعت هذا الميثاق، يعني معروف بعد 16 سنه كما اشرنا فشل العمليه
السياسية في العراق وكثير من المؤتمرات اللي عقدت داخل العراق برعاية الحكومة بحجة يعني رأب الصدع بين الأطراف السياسية وما يسمى بحوار وطني وإلى آخره، كلها أثبتت فشلها على الأرض. يعني هذه مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه المواثيق التي توقع يعني جاءت بسبب فشل العملية السياسية، جاءت بسبب فشل الحكومات المتعاقبة، بالأصل يعني جاءت بسبب يعني الاحتلال الأمريكي وفشل هذا الاحتلال يعني حتى بتكوين على أقل تقدير أنه تكوين إن كان إذا صح التعبير دستور سليم أو حكومة تستطيع على أقل تقدير أن تمشية الحال. فلهذا يعني لهذا السبب جاءت هذه الشخصيات الوطنية العراقية، طبعا هذا ليس الميثاق الأول أو المؤتمر الأول، ولكن بسبب تداعي الأوضاع في العراق على كافة المستويات كما أشرنا إن كان سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي أو إلى آخره، هذه تحاول الشخصيات الوطنية العراقية إلى تعويض وإيجاد حلول لما يكون من يعني خراب في العملية السياسية في العراق. أنت برأيك إلى أي مدى ممكن أن تنجح مثل هذه المؤتمرات وهذه المواثيق؟ بالطبع أستاذ، لكل ظلم ولكل حقبة ظلم من الحكومة لازم تنتهي وما يصح إلا صحيح بالأخير. كل هاي المؤتمرات هي مؤتمرات مقبولة من كل الناس الوطنيين وأطياف الشعب الوطني المضطهدة من ظلم الحكومة، وإحنا أكفت شيء أن الحكومة عدت عدة مؤتمرات المصالحة الوطنية بين أطياف الشعب وجمعت عدة شخصيات كلها ناس طائفيين وناس سراق وناس مستفيدين من العملية السياسية وصرفهم عليها مليارات، يعني بزمن اياد علاوي وغيرها وبعده مصالحة وطنية كاذبة، ويخرجون ببيانات انها مصالحة وعفو عام، ويعني يدينون كل الشغلات السلبية الموجودة بالشارع العراقي لكنهم كذابين. لكن مثل هيك مؤتمرات ما تقارن باللي الشخص الفاسد مثل المالكي من يدير عملية مصالح وطنية، وهو احنا نعرف شنو تاريخ المالكي، تفرق عن ما مثل هيئة علماء المسلمين بشخصياتها من يعدون مؤتمر وطني ما عندهم غاية ضد يعني غاية انهم يكسبون كسب سياسي او يستنفعون من منصب وزاري مثل ما هم هسه حاليا اللي جاي يتقاتلون على المناصب وعلى سرقة المال العام. فكل مؤتمراتهم السابقة كحكومة احنا نعرف شنو غاياتها، هي غاياتها إعلامية فقط ويريد يخدرون الشعب. أما هيك مؤتمرات إحنا نعرفها مؤتمرات وطنية وشخصيات كلها ناس وطنيين، ناس نزيهين، ناس كفاءات، اللي التهمة الوحيدة اللي هم متهمين بها حبهم للوطن وإخلاصهم للعراق، وما يريدون العراق يبقى على هاي الصورة 16 سنة اللي المحتل الأمريكي هو راضي بهذه اللي صورة العراق البائس، الشارع المتهالك، اللحمة الوطنية المنهارة. فإحنا إن شاء الله الله يوفق هيئة علماء المسلمين لهيج مؤتمرات وهيج ميثاقات يعني تخدم الناس وتوعى الناس أن الناس أكو ناس شخصيات وطنية باقية الداعي بوحدة العراق والخلاص من المحتل والخلاص من العملية السياسية البائسة والخلاص من كل طائفي حاليا هسه موجود داخل العراق جاي يعمل على طائفيته ومستفاد من هذا الموضوع. نعم، أنا أشكرك. صباح من بغداد كان معنا اتصال أم أزهار من بغداد. أم أزهار، قوة عراقية وقعت ميثاق وطني يوم أمس، شنو رأيك؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. القناة العظيمة وعامليها. أهلا وسهلا. بالنسبة لهذا المؤتمر العالمي الوطني هذا، احنا نحيي هيك مؤتمرات وطنية صالحة للبلد، وهيئة علماء المسلمين دائما وأبدا هي تنظر إلى مصلحة العراق والعراقيين بصورة عامة من كل الجهات، من كل ما عندها أي شيء، يعني من سنة وشيعتها ومسيحتها ومسيحيين وإلى آخرين، تنظر إلى مصلحة العراق والعراق اللي دمرتها إيران وإسرائيل وأمريكا.
فهاي المؤتمرات العقول الناضجة إذا تستمع إلى هيك مؤتمرات وهيك أقوال وهيك لمصلحة هذا البلد، فإحنا يجوز هنا الناس هنا نايمة، الناس النايمة المخدرة يجوز شوية تصحى على زمانها وتهيئ فالجو يساعد هاي المؤتمرات وهنا والجو هنا يسوون يعني ينتصرون على القوة اللي جت لنا من إيران وأمريكا، فإحنا هنا إحنا نفرح لأنه أكو ناس وطنيين دعي يهتمون إلى الشعب العراقي المسكين اللي تدمر، ولازم نأيد هاي المؤتمرات، والمؤتمرات اللي كانوا يسويها من المالكي والعامري وأي واحد من هذول الحفالات اللي جت لنا من أمريكا وإيران كلها كانت لمصلحتهم، لأن مصلحتهم إذا هسه يريد يرجع هذا المؤتمر مصلحتهم تخاف، هم هسه يردون يحاربون هذا المؤتمر لأنه مصلحتهم تخسر، لأنه يعرفون نفسهم راح يندمرون، راح كل واحد يرجع إلى زحل القديم، ولكن أنا أيد وأيد كل وطني شريف، كل وطني مناضل يحب هذا البلد، أني أيد هيك مؤتمرات وأني قوي من معنوياته وأني ناضل من أجل هذا البلد حتى نخلص من هالزمرة الطائفية اللي جت لنا واللي دمرت هذا البلد وباظه وكل ما فيه. فأنا أقول يا عراقيين انظروا إلى يعني شوية صاروا يعني عندكم فد وطنية صالحة لهذا البلد وقوموا بعملية نهضة قوية حتى ننتصر على الاحتلالات الموجودة هنا، وإن شاء الله أيامهم معدودة، إن شاء الله طول ما أكو قوة طول ما أكو ناس عندهم يحبون البلد كل ما طول ما أكو ناس يحبون هذا الوطن ويحبون أنه يكون في مستوى اللي كان احنا في خير ان شاء الله يا رب، ان شاء الله ننتصر على هذول الظالمين. وانا اشكرك. انا اشكرك ام ازهار من بغداد كانت معنا اتصال. ام عبد الله من بغداد، تفضلي ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لحضرتك الشريفه ولكل العراق الشريف. استاذ انا حتكلم عن رايي يعني بالنسبه الى الميثاق الوطني العراقي. نعم. الحال اللي بنعيشه احنا في العراق والوضع المتدهور ومصطدة إلى يعني نوصل هذه مو حاطة نوصل هذه، إحنا المسؤولين عن هذا التمزق، إحنا كعراقيين إحنا مسؤولين خاصة الشيعة والأكراد. ليش؟ لأنه الأكراد والشيعة الأحزاب كلهم أستاذ إحنا بنحكي شيء أنا دعتي شيء اللي أنا أعاني يعني للشعب العراقي. يعني إحنا بنقوم بهذا الميثاق، هل عرض على الجامعة العربية؟ هل أيد من قبل الجامعة والوطن العربي ككل؟ نعم. يعني لازم إحنا نأخذ موافقة الشعوب العربية. لا، إرادة الشعب العراقي ما تحتاج إلى موافقة جامعة الدول العربية أو شعوب عربية أخرى. هذا غير صحيح. زين جامعة الدول العربية إيش قدمت للعراق؟ إيش قدمت للعراق من التسعين من انفرض الحصار على العراق إلى غاية اليوم؟ شنو الموضوع الإيجابي اللي قدمته جامعة الدول العربية إن كان للعراق أو لأي بلد يعني أو لأي بلد عربي؟ يعني دور جامعة ماكو دور جامعة عربية يعني ماكو دور، يعني إحنا للمصلحة إنه لازم نفرض نفسنا على العالم العربي على العالم ككله. يعني إحنا نريد بلد، إحنا نريد سيادة، إحنا نريد نخلص من المعاناة اللي بيعانيها الشعب العراقي. يعني احنا مثلا لانه سبق وان قاموا بميثاق سابقا يمكن بالطائفيه الاولى الجوي السياسيين كلهم راحوا الى مكه وحلفوا القران الكريم في بيت الله، زين وين هذا راح؟ يعني كله يعني احنا لعب نحلف بالقران الكريم وبيت الله وكل شيء ما سوينا لشعبنا، يعني هاي شنو من مدله من حكومه مدله للشعب العراقي؟ فأتصور إنه أستاذ الميثاق العراقي الموجود الآن هو كحال بس ريد التنفيذ شلون؟
هسه مثلا عندنا الاستاذ المسؤول عن العشائر الجنوبيه، شنو دوره بالجنوب؟ يعني احنا ما نعرف شيء عن دوره، الا بس نشوفه بالمؤتمرات. زين العشائر اللي موجوده بالعراق الغربيه والجنوبيه شنو موقفهم من الميثاق؟ هل اعلنوا انه موافقتهم ككل مع الميثاق؟ ما في اجماع ام عبد الله. نعم ام عبد الله، اذا اكو اجماع لكل الشيوخ لكل الاحزاب لكل العراقيين، يعني ما كان ابدا احنا دخلنا في مشكله من عام 2003 ولغايه الان ما في شيء اسمه كل هناك. انت تدرين 16 سنه صارت بالعراق شلون المنخول، طلعت الانسان الجيد والوطني وطلعت الانسان السيء واللي سرق البلد، وكنا عرفنا الموضوع وصار واضح للطفل قبل الكبير. فما في شيء اجماع لكل الموجودين في البلد او في منطقه معينه. لا هو لازم اكو ناس مستفاده، اكو ناس مستفاده من العمليه السياسيه الحاليه ودع تضرب مليارات الدولارات وتريد تبقى هذا الوضع بالعراق وهذا الفساد يبقى بالعراق وهذا الدمار يبقى بالعراق. استاذ اسمح لي، احنا يعني احنا السبب، احنا كعراقيين السبب في هذه المشكله. واذا كل حلول بدون تنفيذ اعتقد انه هذه مع الاعتذار للهيئه، انه هذه الجهود اعتقد انه ما تنجح اذا مو اكو مؤيدين لها من الشعب العراقي بكل اطيافه، العرب والاكراد موجودين ام عبد الله موجودين. يعني اذا احنا ما نتكاتف وحدنا ونعلن بهذا الميثاق، اعتقد انه راح يبقى سنين بدون تنفيذ والعراق يتدمر ويتدمر. ليش؟ لان احنا عندنا الجيش هو اللي باع الوطن. ام عبد الله ماشي ام عبد الله مع الاعتذار. لا لا بالعكس، رايك محترم وعلى الراس، بس انت عندك نظره تشاؤميه. يعني هو ما يدعو للامل ام عبد الله، ما يدعو للامل. بس اذا تسمحي لي، اذا تسمحي لي ام عبد الله اذا تسمحي لي، ما يدعو للامل في مثل هذه مؤتمرات وهذه مواثيق انه ولا وجه من هذه الوجوه كانت في العمليه السياسيه او مشاركه في العمليه السياسيه او تلطخت يداها بدماء العراقيين او سرقت اموال العراقيين. هذه نقطة مهمة، الناس اللي موجودين واللي شفناهم على الشاشة من العام 2003 ولغاية الآن موقفهم واضح ولم يتغير. طبعا أنت مال أنه في يوم وليلة تتغير الأوضاع وتريدين مثلا ذولا يدخلون ويجون مثلا يستلمون الحكم، لأن العراق إلى وضع خاص. العراق شلون ما نقول إحنا حصة أمريكا، العراق مسيطرة عليه أمريكا وإيران، فالمؤامرة كبيرة على البلد والخطة ليست يعني سهلة على 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 العراق، بس تحتاج إلى محاولات مكثفة. يعني ما تجي بيوم ولا يومين ولا 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 سنة ولا سنتين. فإحنا إن شاء الله نأمل الإنسان يسعى اسمح لي بس أرجوش ساعات ساعية هسه الحكومة راح تخلي كل ثقلها المالي حتى تقشمر الرؤساء العشائر وهذول قسم مع الاعتذار للمتظاهرين الجيدين، تعطيهم فلوس ووزع لهم كارتات في سبيل انه الرد على هذا الميثاق. وانا اعرف انا اشكرك ام عبد الله من بغداد، كانت معنا اتصال ابو عمر من السليمانيه. تفضل ابو عمر. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. استاذ الدكتور عمر، بالنسبه للميثاق الوطني هذا شغوفه بسيطه. نعم بتسمعني؟ اسمعك ابو عمر. هذا شغوفه بسيطه، هذا كل انسان بسيط يعني شويه عنده ثقافه ولو 20% يشتركوا في الميثاق الوطني. زين والشرف الوطني مثل ما يقولون عنه، لكن المشكله مو بالميثاق الوطني، المشكله هو ان تدرس الأسباب التي ستؤدي إلى إعاقة هذا المشروع، هذا الميثاق، الأسباب، العوائق والموانع. أنت أمام احتلال أمريكي وعندك احتلال إيراني. شوف أيوب يجب أن تتخلص، كن عند ثم تبدأ بالمسايسة. أنت لازم تتخلص من إيران وأتباع إيران بالعراق،
بأي شكل من الأشكال. ماشي أبو عمر، في نفس في نفس ك... في نفس كلامك، احنا قبل سنتين أبو عمر تسمعني؟ تسمعني أبو عمر؟ نعم تسمعني؟ قبل سنتين أو ثلاثة احنا كنا نسمع مواطن يطلع ينتقد مثلا المراجع الدينية، أو مثلا هناك يعني سياسيين معروفين بارزين في بغداد ولا في غير محافظات، قبل ثلاث سنوات أربع سنوات ما كنا نسمع، صح؟ إذا ما يشكل وعي عند الشعب وتوضح عنده الصورة، ما يجيك أنت التغيير جاهز مجهز. اليوم أكو وعي، اليوم أكو وعي، إذا تتفق معايا أو تختلف، اليوم أكو وعي، أكو ناس تطلع بالشاشات وتحكي وين فلان، وين المرجع الفلاني، وين السياسي الفلاني في بغداد وفي المحافظات الجنوبية، وأكو وعي على كل اللعبة اللي مورست على العراقيين. فهذه الأمور تحتاج إلى توضيح. يعني أنت مال إنهم والله يعني والله لازم الأمريكان، والله لازم الإيرانيين. نعم أنت أوكي، هنا قوة إقليمية ودولية ماشي معترف بها ومسيطرة، ولكن أنت إذا ما عندك وعي وعارف اللعبة وين وصلت بيك ما راح يفيد هذا الشيء. دكتور عمر، نعم دكتور عمر، أنت النصر ما يجيك من داخل العراق قسما بالله العظيم. أنت شلون تعتمد على العراقي ورا الأحزاب الشيعية ورا الأحزاب السنية ورا الأحزاب الكردية؟ الكردية كل واحد يتبع السيادة. أنت ما يجيك النصر، أنت العراق مقسم، أنت عليك أن تتسلط من الإيراني ثم تجي تقعد تتفاهم ويا الأمريكي. الأمريكي مو مثل الإيراني، الأمريكي يستغل الفتن الطائفية ويشوف الحلول اللي تأدي إلى بقاء بالعراق، لكن هذا الإيراني أنجس منه ماكو، أنجس منه ماكو، وعنده أذرع قوية، عنده أحزاب شيعية وعنده مراجع شيعية فارسية مسيطرة على عقول الشارع الشيعي. وكذلك هذول اللي يدعون له. نعم أبو عمر أسمعك أسمعك. فأنت محتاج إلى تدرس الأسباب التي تؤدي إلى إعاقة هذا المشروع. أنت عندك هسه ما يقارب 3 ملايين مسلح من الجيش والشرطة والميليشيات والمكافحة وما أدري قوة الإرهاب وما أدري شنو هاي الخزعبلات كلها، كلها هذه 99% بالمئة من الفئة الشيعية من الطائفة الشيعية اللي هي كلهم أولادهم وأبنائهم بيحمون دول الحرامية. أنت تدري شيء الجيش يقوم في بعض الأماكن، أنت مو جيش عراقي، يقوم في بعض الأماكن يعملها لا تقوم بها الميليشيات. الله يخليك، واحد يرفعه ولا أخي يكبس. احنا ما نقدر، احنا يحتاجين يعني اذرع ايران، اذرع ايران بالعراق ما تخلص في يوم وليله. تتذكر يعني من ايام الحرب العراقيه الايرانيه الجماعه يقاتلون مع ايران، مع ايران ضد العراق لفتره ليست ببعيده. يعني كان يعني ايران بالنسبه للكثيرين انه خط احمر، شفنا بالفتره الاخيره مزقوا صور خميني وخامنئي ودخلوا على القنصليه الايرانيه في البصره، بدات توضح الامور عند الناس. المخابرات الامريكيه لها دور يا استاذ عمر، ترى ما انت قلت الكلام. شو الدليل انه المخابرات الامريكيه قالتهم؟ ما معقوله ابو عمر. يعني المخابرات يعني بس الامريكان، بس اسمح لي، يعني الامريكان هاي الدوله يعني العظمه لله، هاي الدوله الكبرى مسيطره على العالم، يعني يهمها انه تدفع كم متظاهر يحرقون قنصليه؟ ما معقوله يعني. لا استاذ عمر، انت بايام اوباما باي اخر ايام كانوا هم مرتاحين، زواج المتحف كان يا درجه واصل يعني يا ستاري. بس انا اريدك تعطيني رايك بالميثاق، اعطيني رايك بالميثاق ابو عمر ارجوك، ما نريد نتفرع ونروح. تعطيك رايك تفضلي. الميثاق اذا انت ما تدرس العواقب والموادع اللي واقفه في وجهك انت ما تقدر، انت عليك ان تتوجه الى السعوديه. نعم. كدوله دافعه اموال عندها قوه اساسيه رئيسيه، عندها تحالفات مع الغرب، امريكا واوروبا والان اسرائيل بالمنطقه تتحدث، تقوم بالواجب نيابه. سوريا ولبنان حتى تهدد بالعراق وتهدد بالايران. فاحنا لازم نتوجه الى الاقوى الغربي، مصالحه اقتصاديه مو عقائديه. الايراني مصالحه اقتصاديه وعقائديه وطائفيه بس في سبيل وتحقيق اهداف قوميه، يستخدم كثير من اتباعه في العراق كمطايا يصعد عليهم لتحقيق غاياته، لا نعم. أكثر ولا أقل. استاذ عمر، نعم أنا أشكرك. أبو عمر من السليمانية كان معنا اتصال. أبو أيسر من تركيا، تفضل أبو أيسر. أهلا أستاذ عمر.
وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك أستاذ عمر. كل العراقيين الشرفاء الوطنيين يرحبون بهذا الميثاق. نعم، بس هذا الميثاق لازم تنبعث منه جبهة وطنية، جبهة وطنية سياسية مقاومة، يعني جبهة وطنية مقاومة وجبهة سياسية. يعني قالت أم عبد الله هي كانت تقصد أنه يتحركون، لأن إحنا دولة عربية. نعم، الجبهة السياسية تمام يتحركون العليم. أبو أيسر بس يعني أنا معاك، يعني أنت أنت هل تعلم دولة أنه عربية. أنه لازم أكو دولة عربية مثلا تقدم الدعم لأي تيار وطني؟ هذا التساؤل. نعم، هو لازم تكون هناك جبهة إنقاذ للعراق. نعم، الجبهة الوطنية المقصود بها هي لازم تنبثق بمقاتلة كل أوكار الشر اللي موجودة بالعراق. نعم، وخاصة المقرات الأحزاب. زين، وهاي الجبهة السياسية تتحرك على الجامعة العربية في سبيل إيصال كلمة العراق المضطهد. احنا نعرف كل العراقيين الشرفاء من كل الطوائف راح يباركون هذا الميثاق. نعم استاذ عمر، اكو مداخله بسيطه. تفضل. بالنسبه لهذا جلال الدين الحقير، مو صغير. نعم، اللي يطلب تعويض لايران من قبل العراق، ونسى. نعم، دماء العراقيين الشهداء. هاي تعتبر إهانة لدماء العراقيين الشهداء من كل الطوائف. نعم، وعليه أنه على الشعب العراقي بكل طوائفه أن كل ما يلاقوا هذا الشخص حشم أن أقول بوجهه أنه يرموه بالنعالات والحجارة حتى لو كان في جامع برته. نعم، لازم تكون هناك جبهة وطنية لإنقاذ العراق. نعم، تشكل من قبل هذا الميثاق الوطني. الجبهة الوطنية هي لمقاتلة الأحزاب أوكار الشر اللي موجودة بالعراق، وتكون كل المشاركة وطنية من كل الطوائف. احنا أخوة، ماكو فرق انه هذا شيعي وهذا سني. ومع الأسف نتحدث بهذا الكلام اللي دخل من قبل التفرقة ما بين العراقيين. وأني أشكرك. أنا أشكرك أبو أيسر من تركيا كان معنا. نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين. طبعا يمثل الميثاق المعلن يوم أمس تأكيدا على مواقف سابقة لقوى عراقية معارضة للاحتلال الأمريكي للعراق والعملية السياسية الحالية. وقال الدكتور عبد الحميد العاني المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين في العراق بأن إحدى الجهات المشاركة وهي إحدى الجهات المشاركة في التوقيع على الميثاق بأن تفاؤلا كبيرا تراه الجهات الموقعة على الميثاق بحصول تغيير في العراق، وأضاف أن من ينظر إلى الشارع العراقي يدرك بأن نسبة الوعي عند العراقيين تتصاعد يوما بعد آخر، وأشار إلى أن الأمل بأن الشعب هو من يقوم بالتغيير، لكن الشعب بحاجة لمن يقوده وينظم مسيرته. ورأى المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين بأن الميثاق وضع ثوابت للقوى الوطنية، وفي نفس الوقت وجه رسالة للعراقيين بأن هذا هو المسار الوطني الجامع الذي إذا سار عليه الجميع يكون فيه الخلاص. وأكد بأن العراقيين ما زالوا يواجهون بالنار والحديد، وإلى الآن نسبة التظاهرات والرفض الشعبي لم تصل إلى مستوى التغيير، وشدد بالقول بأنه متى كان الرفض الشعبي يشمل الجميع كما ونوعا يكون الخلاص. خلونا نقرأ رسالة واتساب حول هذا الموضوع. مبروك الإمارات يقول يقول إعلان الميثاق الوطني خطوة تراها القوى السياسية المناهضة للعملية السياسية رسم خارطة لمستقبل العراق،
ووحدة أراضيه وأطيافه جميعا ومناهضة الاحتلالين الأمريكي والإيراني ورفض لأشكال المحاصصات الطائفية وتعبير عن الشعب العراقي يرفض أشكال حكم السياسيين التابعين لحكومات الاحتلالين الأمريكي والإيراني وأنظمتهم الحاكمة في البلد لضمان خلاص أطياف العراقيين من هذه الحكومات التابعة للاحتلالين ورفض واضح لعمليتهم السياسية. فالشعب لابد أن يتحد ويقول كلمة الفصل في إزاحة طغمة الحاكم أو الحكام الفاسدين. رسالة أخرى يقول فيها السلام عليكم، يقول أخي نشكر القوى الوطنية على هذا المؤتمر ونحن كلنا أمل بهذه القوى الوطنية، ولكن نطالبهم بأكثر من هذا الميثاق، نطالبهم بتشكيل معارضة قوية من الوطنيين الشرفاء ضد هذه الحكومة وميليشياتها وأحزابها المجرمة وتشكيل جبهة وطنية لتحرير العراق وقيام بثورة وطنية لتحرير العراق وتشكيل حكومة وطنية شريفة. معنا اتصال أبو راشد من عمان، تفضل أبو راشد. تحية لك أخ عمر. حياك الله يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. طال عمرك نرحب عنا بالميثاق الجديد، ولكن قبل 4 سنوات أو 5 سنوات كان العراق الجامع وكان ماذا النتائج الأبية، ولكن أنا أقول بالنسبة وجهة نظري طبعا إن لو يكون دعم من العراق 5% للعراقيين اللي داخل بالداخل وبالخارج اللي هو طبعا في عراقيين مشردين مهاجرين طال عمرك يتبع ما يقارب 7 مليون، لو يكون في إحدى السفارات الدول المهاجرة للعراقيين كان مظاهرات ضد الحكومة العراقية الحالية وليس نعول على الجامعة العربية لأنها كان سبب فشل الجامعة العربية في شقوق العراق. وندعم أن من الشعب العراقي اللي يكون في الخارج يدعم المعارضة العراقية بيكون شيء صالح للعراق المستجد والجديد، ونتأمل إن شاء الله بالقريب العاجل يكون إيجابيات حق الميثاق الجديد. ويعطيك ألف عافية ومشكور. شكرا أبو راشد من عمان كان معنا. رسالة أخرى يقول فيها أكيد أخي نبارك لهذا المؤتمر، والمفروض أن الأوان للشعب كي يعيد الوطن ولتاريخه المشرف لأن صاحب القرار هو الشعب. رسالة أخرى يقول فيها نعم، يقول قال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. يقول فالذي يحدث في العراق أخي الحبيب هو بسبب المحتل الأمريكي الذليل والاحتلال الفارسي الأذل كما أسماه، ونسأل الله أن يخلصنا من هؤلاء المجرمين ويأتي بقوم يحبهم ويحبونه أعزة على المؤمنين أذلة على أو بالعكس أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين. خطأ الأخ في الكتابة، وتحياتي لكادر هذه القناة. الدكتور عبد الحميد العاني المسؤول الإعلامي في هيئة علماء المسلمين أضاف بأن القوى المتحكمة الآن تستمد قوتها من الشعب، لا من الشعب بل من الخارج اللي موجودين في العملية السياسية في العراق، ويعني قال وضعت لنفسها الأوتوكيو. بس الأوتوكيو نشوف الأوتوكيو نعم، بل وضعت لنفسها بمواجهة الشعب العراقي بما تعلمته من نهب للثروات والاضطهاد. يعني هو أضاف بأنه هذا عامل آخر يساعد في تسريع رفع غضب الشعب الذي يتوقع أن يكون قريبا. الشيخ أحمد الغانم أحد شيوخ عشائر جنوب العراق وقد وقع عن عشائر العراق العربية في جنوب العراق على هذا الميثاق، قال بأن الوضع الراهن يسمح بظهور مشروع كهذا شامل لكل العراقيين في إشارة إلى الميثاق الوطني العراقي، وأضاف بأن الشعب يعيش في مأزق القتل والتهجير أخذ كثيرا من الشعب، الشعب يرى بأن الميليشيات هي التي تتحكم بمصيره، وأضاف شاهد ماذا حصل من تزوير كبير في الانتخابات الأخيرة. لفت الشيخ الغانم إلى أن الشعب يرى أيضا بأن إيران هي اليوم التي تقرر مصير العراق، وأكد وجود وعي كبير للشعب خاصة في الجنوب. الآن سكان الجنوب يعيشون حالة غضب وثوران، والآن هم الذين يطالبون بالتغيير. وأضاف أنا ابن الجنوب وأعيش في الجنوب، وأؤكد بأنه عاما بعد آخر يزداد الغضب الشعبي. كشف الغانم
بأنه على اتصال مباشر مع زعماء العشائر وجميعهم يريدون التغيير، لكن هناك قوة أكبر منهم حاليا، هناك عمليات قتل، ولا يسمح لأي صوت وطني مثل ما هو معروف بأن يرتفع، وحين يتولد أي حراك وطني تجد جميعهم يصفون أو يصطفون إلى جانب التغيير. من جهته اعتبر المحلل السياسي بهجة الكردي الذي حضر توقيع الميثاق بأن الجديد في هذا الميثاق مقارنة باتفاقيات لقوى وطنية سابقة، وبأنه تأكيد على استمرارية الرفض لغالبية العراقيين، وقال بأنه غالبية العراقيين لم يشاركوا بالانتخابات، وهذا دليل على أن المنهج الذي تم التوقيع عليه اليوم هو صحيح. نعم، يعني يقصد الميثاق. معنا اتصال أبو الحسن من بغداد، فضل أبو الحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يا أخي؟ إن شاء الله. حياك الله، يا أهلا بك، أهلا وسهلا بك. أستاذ مصطفى مو؟ عمر معك. عمر، شلونك يا أخي عمر؟ يا أهلا بك. أحييك. حياك الله. وحيا قناتكم البطلة التي تنقل الحقائق. حياك الله، يا أهلا بك. طبعا حول المؤتمر الوطني اللي انعقد خارج العراق. نعم. القوى الوطنية اللي أقدتها حول الاحتلالين الأمريكي والإيراني. نعم. والتدخل الفارسي في العراق. هذه القوى احنا من خلال داخل العراق جماهير او شعب العراقي دعمه لكل القوى الوطنيه الخيره التي تريد ان تنهي الاحتلالين الامريكي والايراني في العراق. نعم. وبالتالي هذه عمليه، وايضا نحن ايضا كل الشعب العراقي ضد التقسيم اللي اجت في امريكا وايران، تقسيم العراق الى اجزاء متعدده، بالتالي هذه شكل عمليه خطره ضد الشعب العراقي، لانه هاي عمليه التجزيء تدلل على حكومه طائفيه، بالتالي وايضا هدف الاحتلال الامريكي والايراني اجى يحاول ان يقسم العراق، ولكن الشعب العراقي واحد لكل هذه المحاولات والمؤامرات التي تحاك ضده، وإن شاء الله الشعب العراقي ضد هذه الأهداف التي أتت بها أمريكا وإيران وأيضا حكومات الاحتلال اللي بعد 2003. نعم. فنحن كشعب عراقي وأنا في داخل العراق نرفض رفضا قاطعا تقسيم العراق الى ولايات او الى محافظات تحاول ان تجزي العراق، لان العراق تاريخه 7000 سنه هو موحد، وحضارته معروفه لدى العالم، حضاره العراق 7000 سنه. وهناك شيوخ عشائر وقوى وطنيه داخل العراق، والشيوخ الوطنيين وايضا الكفاءات العلميه الوطنيه داخل العراق ترفض ان هذا المشروع يمر على الشعب العراقي يمرر. نعم. فهذه العمليه احنا ايضا نؤيد المؤتمر الوطني اللي معقود خارج العراق، انه على القوى الوطنيه ان تتكافل داخل العراق وخارج العراق ان تحطم هذا المشروع على صخرة صمود العراقيين، وبالتالي صخرة صمود القوى الوطنية الداخلية والخارجية. أنا أعتذر منك أبو الحسن، والله يعني انتهى وقت البرنامج. شكرا أبو الحسن من بغداد كان معنا، تحدثنا في هذه الحلقة حول توقيع الميثاق الوطني من قبل قوى سياسية عراقية معارضة للعملية السياسية الحالية في العراق. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء بإذن الله.